بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعدت بهذا اللقاء بالإخوة في المقاومة الشعبية بكسلة، والذي أراه يعني اجتماعا ولقاء ناجحا، وعبر عن الرؤية الصائبة والقوية نحو ما يجب أن يكون عليه الآن الوضع وما يكون عليه الخطاب. وقد طرحت لهم مؤشرات الخطاب الذي نود أن تكون عليه وزارة الإرشاد والأوقاف، والتي هي ذراع قوية من أذرع المقاومة الشعبية، وهي تحمل سلاح الكلمة، وأيضا لها دور في دعم وشحذ الهمم لمن يحمل السلاح في الميدان، ليعرف الناس قدر هؤلاء المجاهدين، يعرفوا تضحيات هؤلاء المجاهدين، يسندوا هؤلاء المجاهدين بالخلافة وبالإنفاق وبالدعم والتأييد والسند وبكل الوسائل المتاحة. فالمجتمع يحتاج أن ينتبه أكثر وأن يفيق من الغفلة، وأن يؤدي كل دوره في المقاومة الشعبية التي تعبر عما يمكن أن نسميه في الجسم بالمناعة. الجسم إذا قويت مناعته كل الأمراض تتحاشاه، وكلها تتكسر أمام دفاعاته. فالدفاعات المناعية للمجتمع هي المقاومة الشعبية، والتي ليست هي عدوان على أحد أو ظلم لأحد، وإنما هي تهيئة الإنسان في أن يدفع عن نفسه الظلم وأن يدفع عن نفسه العدوان. وده مبدأ الدين، الدين أساسه إقامة العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالدين يقول لنا قفوا بقوة لتحقيق العدالة، لدفع الظلم عن أنفسكم، لردع الظالم، بل حتى لنصرة المظلوم البعيد. حتى لو أنت ما مظلوم، لكن لا تنظر إلى الأمر بأنك ما دام أن الظلم لا يعنيك فأنت تسكت، لا. وإنما ربنا قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى أولياء وأنصار للمستضعفين، للمخرجين من ديارهم كرها، للذين نهبت أموالهم، للذين استبيحت حرماتهم، هم كل مسلم وكل مواطن واعي يعرف دوره ويقوم بالتعاون مع الآخرين في دفع الظلم ومنع الظلم عمن وقع عليهم، والتحصن ضد هذا الظلم بإعداد العدة واستخدام ما يلزم من وسائل القوة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم في ما يجب نحو المجتمع من رفع الحس والوعي الوطني والديني، في أننا ينبغي أن ندعو لقواتنا المسلحة، ينبغي أن نقنت في المساجد، ينبغي أن ننظم الدروس والخطب والمحاضرات والقوافل الدعوية، لنجعل من الدين عامل قوة وعامل تحريك وعامل فاعل في المجتمع لتحقيق المصالح. فالدين أساسه ومبدأه أن يقوم على تحقيق المصالح وتكميلها، وعلى درء مفاسده وتقليلها، لا أن نعيش قضايا انصرافية بعيدة عن واقعنا. وإنما الدين كما قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. المسلم يتابع كل أحداث الكون وكلها حوله في دوائر تنال من الاهتمام ما هو أهم. ففي الإسلام الأولويات الأهم، فالأهم الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات، وهكذا. فهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا في الإعلام من قيمة الدفاع عن الوطن، الإعلام من قيمة المجاهدين والمضحين، والوقوف إلى جانب من أيضا تضرروا من هذه المعركة، حتى النازحين وظروف الذين يعانون، يجب أن يتكافل معهم الجميع. وهذا ملمح للكرم والشرف السوداني. إلى الآن لم تكن لدينا معسكرات لاجئين ونازحين لا في الداخل ولا في الخارج، لأننا شعب يتكافل ويتعاون، والبيت الواحد يسع 10 أسر وعشرين أسرة وأكثر من ذلك يتكافلون يتقاسمون النبغ كما يقال. هذه المعاني والقيم ينبغي أن نرسخها وأن نظهرها وأن نعمقها أكثر، وأن نجعل منها أيضا يعني منصة لنشر القيم الفاضلة في العالم، في أننا يعني أهل صبر وأهل تعاون وأهل رحمة وأهل تكافل وأهل ثبات وأهل جهاد. الآن العالم، حتى العالم الآخر، يشهد بأن السودان يمتلك رؤية ويمتلك جيش ويمتلك قيادة حكيمة محنكة. ويعني عباراتنا الآن أمن يا جن الكاهن غيره، يعني أصبحت يعني
يتلكأ بها حتى الخواجات، مما يدل على أن الوضع وضع ملهم، وأن الوضع كما قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دعواتنا الخالصة أن ينصر الله جيشنا وقواتنا المسلحة نصرا عزيزا عاجلا غير آجل، وأن تتوالى البشريات التي بدأت تنهمر على مجتمعنا، وأن يسود وطننا الأمن والأمان والسلام والإسلام. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد، والشكر لقيادة المقاومة وكل أعضاء المقاومة الشعبية في كسلة، فردا فردا وجندا جندا، نصركم الله وأيدكم ونفع بكم ودفع بكم كل شر. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.